ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. دلوقتي بصوا، بصب الصوص كده على الكفتة والمكرونة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، ايه الجمال ده؟ تعالوا كده ودخلهم الفرن مع بعض، وان شاء الله حلقة مدام منال الأسبوع اللي جاي حلقة خاصة. كانت مدام منال طلبت مننا حاجة يا نودي، وكان في حلقة كمان طلبت مننا للبهارات خاصة بتكوين البهارات في البيت، هنعملها إن شاء الله بفضل الله. كل اللي حضراتكم تطلبوه من العين دي ومن العين دي. بوجه تحية لزينة حبيبتي، طبعا هي في المدرسة، لكن بوجه لها تحية وبقول لمامتها تسلم إيديها، بتعمل اللانش بوكس بتاعها كل يوم وهي رايحة. تسلموني. ندخل الفرن بقى حرارة متوسطة، أنا هقلل بس شوية هنا على 200، هنخليها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنديها ربع ساعة ان شاء الله تطلع معانا وتبقى تمام. نقفل بقى عليها ونبدأ دلوقتي نستعد نعمل وصفة تانية من الوصفات الحلو بس المحببة. هجهز لها كده بقى ايه، هننزل الرز المعمر الحلو. احنا عملنا قبل كده الرز المعمر الحادق بس بطريقه سهله وسريعه، النهارده هنعمله الحلو برضو بطريقه جميله ليه محبيه، في ناس كتير قوي بتحبه. خلينا كده ايه نبدا نقول بسم الله، ننزل المقادير. هاخد كده حله من دي عشان انا عايزه اسخن هنا اللبن. معانا بقى كوبايه من الرز، الكوبايه الرز عليها تقريبا كيلو لبن او كيلو كوبايه لو انتوا حابينه يبقى تمام، لو انتوا مش عايزين تضيفوا كريمه هيبقى كيلو وكوبايه. طيب لو هنضيف كل كوبايه رز عليها كيلو لبن، عايزين تضعفوا ضعفوا. وعندي كوبايه كريمه لباني، دي مكان كوبايه اللبن اللي انا قلت لحضراتكم عليها زياده. عندي عندي ربع كيلو من السكر اللي هو 250 جرام، كوبايه النص كيلو ده على الاثنين كيلو، معلش عدلوها خلوها 250، ربع كيلو، باكيتين فانيليا، وحوالي 75 جرام زبده، يعني هنحط مثلا معلقتين زبده كبار، دنيتهم تبقى جميله، ان انا هضيف قشطه. فالقشطه عندي كفايه، وعندي طبعا مكسرات حسب الرغبه، انا بحب احط اضيف عود قرف. تعالوا كده ناخد اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم، هحط كده اللبن وهحط معاه الكريمه. بسم الله، هنا على النار، وهدوب معاهم السكر. تعالوا نبص على المقادير، ايوه كده هو ده هو ده حبايبي، تسلم ايديكم تسلم ايد. وتعالوا السكر اهو، وطبعا مع اللبن ضروري عود القرفه، نقطه واحده من الفانيليا، وعود القرفه ده اختياري، وانا حطيت الخشب بس عشان حاجه واحده، عشان اللي ما بيحبش طعم القرفه قوي ما يتضايقش. هندوب كده تدويبه سريعه للسكر، وهنضيف طبعا كمان كوباية الرز زي ما هي. اغسلوه واشطفوه مفيش مشكلة، انا عايزين ننزل النشا بتاعه هنا شوية. انا معايا ام اسلام حبيبتي، سلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عاملة ايه؟ الحمد لله بخير، وبدعي لك من قلبي بقالي يومين. ربنا يخليك يا حبيبتي، ربنا يتم شفاكي على الف خير يا رب. حبيبتي ربنا يبارك لك يا حبيبة قلبي. امين يا روح، ما احرم منك ابدا يا رب، ولا من دعواتك. امين يا رب، وما يحرمناش منك ولا من سماع صوتك، وانت في احسن حال حبيبه قلبي والله، وحشاني. وانت اكتر يا ام اسلام، والله تسلم ايدك على كل حاجه، والله تسلم يا حبيبه عمري، ربنا يبارك لك. يعني عايزه اقول لك ان انا عملت البسيسه بطريقتك، ما شاء الله حلوه جميله، ربنا يبارك لك يا حبيبه، ما شاء الله تسلم ايديكي انت حبيبه قلبي، تسلم ايدك، ربنا يبارك لك. انت كل حاجه بتعمليها جميله قوي، ومحضره حلوه قوي والله العظيم. الله يسعد قلبك والله يا ام اسلام، شرف ليا ثقتكم الغاليه دي والله حبيبتي، لان انا عارفه انتم ما شاء الله في المطبخ، الله اكبر عليكم، ربنا يحفظكم جميعا، ما شاء الله اساتذه، ربنا يخليكي يا حبيبتي. لا برضو ده ما يمنعش ان احنا نتعلم منك يا حبيبه قلبي، كتر خيرك والله، تسلمي لي يا حبيبه عمري، ربنا يخليكي يا حبيبتي، وتسلم ايدك على كل حاجه، تسلم يا حبيبه قلبي، ربنا يطمني عليكي دايما يا رب، ربنا يخليكي، سلام يخليك كله، يوصل يا حبيبه قلبي في حفظ الله في حفظ الله. بصوا بقى، انا حطيت معلقتين الزبده، حطيت اللبن، حطيت الكريمه، قلنا كل كوبايه رز عليها كيلو كوبايه لبن، انا النهارده حطيت الكوبايه كريمه تدي طعم،
والله لو مش عند حضراتكم ما تشغلوش بالكم، حطوا لبن والقشطه معلقتين وش اللبن دول كفايه برضه هيدوها طعم رائع، ما تقلقوش خالص. بصوا بقى كده، حطيت الزبده وحطيت السكر وحطيت عود القرفه، حطيت رشه من الفانيليا وبقلب كل المقادير دي واسيب اللبن كده ياخد ويدي بس مع الرز شويه، وبعدين هحطه فين؟ في الطاجن. انا هنا خليني ايه يعني ممكن ندعم بشويه من اللبن البودره للي عايز. لبن بودره ده بقى اكتر حاجه بتعمل حاجتين، تدي طعم وتدي لون. لو ما عندكوش قشطه تدي طعم وتدي ايه لون، بيدي لون حلو كده للحاجه، عشان كده في كتير ناس بتحب تحطه في المعجنات. ماشي الكلام، الريحه طبعا روعه، ريحه القرفه مع شويه الفانيليا اللي حطيناهم، معلقتين زبده، احنا برده مش عايزينه يبقى دسم قوي، هنكتفي بالقشطه بقى اللي احنا حطيناها والكريمه، ونقلب كده مع الرز. انا دلوقتي حطيت الرز، بصوا سايباه بقى يغلي غلوتين ثلاثه كده على النار. بصوا كده انا حاطه الرز اهو، اهو اهو شايفين الرز؟ تمام اهو اهو. عايزه اقول لكم الرز المعمر ده طبعا سواء حلو او حادق طبعا مشهور بيه الفلاحين او الصعايده، ليه كده رونق وليه طقوس وليه كده يعد من الحاجات التراثيه عندهم، وليه طعم مختلف عندهم سبحان الله. ف بصوا كده، لا ما تقلقوش هنبص عليها دلوقتي لسه تمام. انا ممكن اطلعها بس فوق عشان انجازا للوقت. ايوه بسم الله، ونسخن هنا حبايبي. ماشي نعمل هنا، مش عارفه مين اللي كان فاصل الفرن اهو. اه والله لان حد كان ظابطه دلوقتي هو شغال. نيتكم خير يا ولاد والله. نقلب بقى تقليبه حلوه وهنسيبه بقى ياخد ويدي كده مع بعض، وتعالوا ايه نستعد عقبال ما يغلي معانا ونقدمه في الطاجن بتاعنا. انا عندي هنا سوداني، عندي زبيب، عندي جوز هند، عندي لوز، اللي موجود عند حضراتكم. باخد كده كميه من المكسرات، بحط شويه كده، وعايزين تخلوهم مبشورين اكتر مفيش مشكله. شويه اللوز، بحط معاهم شويه جوز هند، بقلب كده تقليبه حلوه. معانا ام محمد، يا اهلا وسهلا ام محمد، يا مرحب. ومعلقه سكر. الو، اهلا وسهلا بيك يا ام محمد. ازي حضرتك وكيف عظيمه؟ اهلا بحضرتك واهلا وسهلا. الو انا سامعاكي، ممكن توطي التلفزيون؟ وطي التلفزيون يا ام محمد واسمعيني. اسمعيني من التليفون. أيوة. ايوه حبيبتي اهلا وسهلا بيكي. ايوه ازي حضرتك يا شيف عظيمه؟ الحمد لله حبيبتي بخير. عاملة ايه؟ بخير يا حبيبة قلبي يا ام محمد، اتفضلي انا سامعاكي. عايزة سمحتي طريقة عمل العكاوي. من عينيا، عايزة تعمليها طاجن؟ ايوه. من عندي ولا عندي؟ هقولها لك دلوقتي. من عينيا. طاجن العكاوي يا ام محمد. طبعا العكوة هتجيبيها وبتبقى متقطعة، أو أنتِ اللي بتقطعيها زي ما أنتِ عايزة. أولا لازم تاخد الأول صدمة على النار، يعني بديها كده معلقة سمنة، وممكن تديها فصين مستكة، وديها صدمة الأول كده شوحيها. وبعدين كمية بصل حلوة بقى، كمية بصل كده قطعيه، سواء أنت بتفرميه أو أنت بتبشريه أو بتقطعيه، ولازم يبقى فيها بصل يعني متشاف شوية عشان لما تستوي يبقى فيها نسبة بصل، وتدخليها في الطاجن. عندك جزر شوية ممكن تحطي، أو البصل القورمة لو أنت عايزة مفيش مشكلة. هتشوحي بقى ايه وتحط لها ملح وفلفل والبهارات بتاعه اللحم، السبع بهارات بتاعتنا العاديه، هي مش محتاجه حاجات كتير. في ناس بتقطع بقى عود قرن فلفل او قرنين فلفل، تحط معاها فلفل الوان ماشي، تحط معاها اللهم صل على سيدنا محمد خضار. يعني انا ساعات لما بعملها يا بعملها بالبصل بس، واديها شويه طماطم كده متقطعه خفيف قوي معاها مكعبات مع فلفل الوان، وبعدين اول ما تبدا تغلي وتتشوح هتبدا تسرد شويه ميه، تتشرب الميه بتاعتها، هديها شويه ميه سخنه واسيبها تاخد وتدي مع بعض نص سوا. لما توصل نص سوا وبعدين ابدا انقل كل اللي في الحله ده احطه في طاجن. الطاجن سخنيه في الفرن قبل ما تحطي فيه العكاوي، لازم يسخن قوي، وبعدين تحطي فيه العكاوي بتاعتك
عايزه تديها طماطم ماشي لو حبه، او معلقه صلصه على حسب انت بتحبيها، بيها او من غيرها. اهم حاجه ان هي مش محتاجه حاجه غير انك تستشعري الطعم بتاعها. هديها بقى ورقتين لورا، عود قرفه اذا بتحبي القرفه، وكلي احلى عكاوي، طاجن عكاوي هيعجبك جدا. هتلاقي بقى طعم العكاوي دي بقى في الجزر وبقى في البصل، بقت عسل. شويه رز جنبها بقى وكلي وادعي لي. معانا بسمله، اهلا وسهلا يا بسمله، اهلا بيك. ازيك؟ ازي حضرتك يا سيدي؟ اهلا بيكي حبيبه قلبي، ازيك انتي؟ ايوه انا معاكي، سامعاكي، اتفضلي. تمام يا سيدي، انت اخبارك ايه؟ انا بخير طول ما انتوا بخير يا حبيبتي. كنت قولي يا روحي. عايزه اسال حضرتك يا سيدي عن طريقه عمل عجينه الكريب، علشان كل ما باجي اعملها ما بتطلعش مظبوطه. طب ننزل مقادير الكريب دلوقتي وانا هقول لك تعمليها ازاي، سهله قوي، وهستنى تليفونك تقولي لي نجحت معاكي ولا لا. نزلي عجينه الكريب يا نودي بعد اذنك. ندى هتنزل لنا حالا عجينه الكريب، احنا عملناها، وادخلي شوفي الحلقه على اليوتيوب. ادخلي يا بسمله اكتبي الكريب الشيف عظيمه قناه الاهلي، هتطلع لك، اتفرجي عليها وشوفي انا عملته ازاي. هي بسيطه وسهله، اضربي كله في الخلاط، بتضربي كل حاجه في الخلاط وبعدين صفيها، خلاص دي اسهل حاجه في الدنيا. وبعدين الطاسه تسخن، تكون طاسه مش بتلزق، ونمسح بين كل واحده والتانيه شويه زيت، وهنزلك المقادير حالا يا حبيبتي. طيب انا هاخد هنا كده، خليني ايه اخد طاسه هنا اسخن بقى هنا شويه. انا محتاجه ان انا اعمل وصفه كده لطيفه، خلينا نشتغل فيها مع بعض. نبص كده على المكرونه والكفته، هتبدا اهي بدات تغلي، بس بحب دايما الففها اهي. بدات الكفته يعني هتدخل في التسويه، خلي بالكم ما بتاخدش وقت كتير. تمام، بس الله يسامحه اللي كان طافي الفرن، كان مشغل شوايه بس. طيب نقلب بقى. بصوا الرز عشان انا حطيته هيبدا يسرد شويه نشا، هي اللي تدي قوام. انا بقى ولا هحط دقيق ولا نشا ولا اي حاجه، هو النشا اللي في الرز نفسه، خلاص هو اللي سوى. وانا هنا خلطت المكونات بتاعه المكسرات، حطيتهم على بعض مع جوز هند ومعلقه سكر زي ما بنعمل القطايف، عارفين نفس الفكره. وادي القشطه دي على الوش بقى في الاخر، خلاص. وانا هنا معلقتين الزبده حطيتهم في المكونات، وانا هنا معليه النار قوي، خليني برضو اعليها اكتر عشان ايه تبقى تمام يستوي معايا على طول. هنا بقى هنبدا في وصفه جديده، تعالوا كده نقولها مع بعض حدقه نشتغل فيها عقبال ما ده ياخد سوا شويه. وصفه لطيفه وسهله للولاد. عندي حلقات البطاطس، حلقات بطاطس ظريفه قوي، بطاطس مهروسه. البطاطس كتير في الشتاء واحنا بنستخدمها كتير للولاد، خلينا ننوع في الاصناف بتاعتها. عندي بطاطستين ههرسهم كويس قوي مسلوقين يعني، وعندي بقدونس مفروم، معلقه زبده، وعندي معلقه كبيره من الزبده، وعندي معلقتين ثوم مفروم، وعندي نص كوبايه ميه، وعندي ملح، وعندي اربع معالق دقيق واربع معالق نشا، وطبعا زيت هنحمر فيه. وطبعا عايزين تقدموها بقى مع كاتشب، مع مستردة، مع اي حاجه انتوا عايزينها براحتكم. انا طبعا هنا بصوا اللبن بدا خلاص اهو يغلي بقى، والرز هيبدا يدخل، يبدا كده ينفش ويدخل في التسويه، عشان اديله بقيه التسويه بتاعته فين؟ في الطاجن في الفرن، وياخد الوش والتمام مع بعض. بصوا اهو اخر حاجه مع عود القرفه اللي انا وريته لحضراتكم، خلي الريحه روعه، مع الفانيليا، معلقتين الزبده. دلوقتي بقى قبل ما ابدا في اي حاجه هنطلع الاستراحه، وهنرجع بعد الاستراحه نشتغل الوصفه دي، ونكون معانا المكرونه استوت نوريها لحضراتكم بعد الاستراحه. في انتظاركم.